كبار السن في المجتمع، نحتاج لخبرتهم، نحتاج لحكمتهم. وانت اي صف؟ انا في صف 11. اول ما دخلت عرفت ان اتعرف عليهم اكثر، حروفه مثل ام الدويس والحمار القايله. هذا ام الدويس هذا كان زمان قديم. عمي انت كنت قبل تقرا جرايد او شيء كذا؟ انا كل شيء اقرا، ايراني اتكلم، سيلوني اتكلم. سيلوني؟ يعني ان تجلس مع شخص بعمر 60 أو 70 وتاخذ منه حكمه تغنيك عن قراءه 60 أو 70 كتاب تحديدا. وعمي انت يعني درست جامعه، تخرجت؟ الحمد لله رب العالمين، مهندس ميكانيكي. ما شاء الله. كنت أراقب كل شخص موجود وأتساءل عن القصة اللي وراءه. هل في شيء أنت متعلق فيه جداً؟ أنا أحب بحر زين وبر زين وزراعة زين وشلالات. كيف نستطيع أن نرضي أنفسنا؟ كن أصيل زين ويا الناس واحترم الناس. إيش تحس الفرق بين زمنكم وزمننا؟ إذا واحد ما شفناه يوم يومين نروح له. ما شاء الله عليكم. لك الحين لا، الحين كل واحد مهتم بروحه وبس. أكثر شيء القرآن يعطيك الاحترام الوالدين. ما أكثر ناس بكونوا قريبين لقلبي لأنهم بكونوا أطيب الناس، ما في قلوبهم حقد. كلمة طيبة مثل الشجرة الطيبة. الأشياء اللي دخلت في مخي على طول، عبد العزيز لازم اليوم أنت تكون ابن لكل شخص موجود هنا. العلم ما يبغي عمر. صح. خلي عمره 50 60 هو يحب يتعلم. شعرنا أننا بين آبائنا وأمهاتنا، يعني لسنا بين أشخاص غرباء.